صباح الخير يا صبايا يا شباب. اليوم بنحاول نشوف ايش الثايونيل كلورايد بيعمل. لا، هو عبارة عن SOCl2. احنا مر معنا سابقا انه الكحول اذا فعلوا مع SOCl2 بيمشي حسب ميكانيكية SNI. اليوم راح نشوف ايش تأثير السولفنت على الميكانيكية، ايش النوع اللي راح يطلع، هل هو SNI او SN2 في حالة تغيير السولفنت. أنا إذا بتطلع بالبداية عندي الكحول، بغض النظر كان كحول برايمري الكحول، سكندري الكحول، أو تيرشري الكحول R O H مع الثيونيل كلورايد بلس SOCl2 بوجود الإيثر. الإيثر بلاحظ إنه بتكون عندي الهالايد المقابل RCl بلس HCl بلس SO2. الميكانيكية اللي راح يمشي عليها هذا التفاعل عفوا هي SNI ميكانيزم، وراح نشوف ليش. إذا أخذت الحالة الثانية الكحول مع الثيونيل كلورايد SOCl2، بس غيرنا البريدين اللي هو عبارة عن حلقة سداسية بتشبه البنزين فيها نيتروجين، نسميه بريدين بدل الإيثر، بتكون عندي الهالايد RCl بلس HCl بلس SO2، لكن حسب ميكانيكية SN2 ميكانيزم. إذا السولفنت بهذه الحالة إذا كان إيثر بكون حسب SNI ميكانيزم، إذا كان بيريدين بيمشي حسب SN2 ميكانيزم، وراح نشوف إيش تأثير السولفنت غير لي في التفاعل، أوكي؟ أو غير لي في الميكانيكية. أنا بالميكانيكيات المفروض أكون عارف كتابة الميكانيكية وعارف نوعها، يعني الميكانيكية هاي هل هي SN1 SN2 SNI E1 E2 E1 CB like، هاي الأمور العامة تاعت الميكانيكية. كتابة أعرف أكتب الميكانيكية للتفاعل، بالإضافة إلى أعرف نوعها وهل بتكون عندي ترانزيشن ستيت ولا انترميديت بيعتمد على النوع. بنلاحظ انه بالحالتين في عندي كحول، الكحول بالحالتين بفعله مع الاس او سي ال 2 اللي هو ثيونيل كلورايد، بحاله بستخدم ايثر تمشي حسب ميكانيكيه اس ان 2 ماد، بالحاله الثانيه بستخدم السولفنت بريدين وبمشي حسب اس ان 2 ميكانيزم. خلينا نكتب على الايثر سولفنت وعلى البريدين سولفنت، هذا سولفنت وهذا سولفنت. إذا أنا بالحالة الأولى والحالة الثانية فقط التغيير الوحيد اللي عملناه هو السولفنت، أوكي؟ عندي كحول أولي ثانوي أو ثالثي مع الثيونيل كلورايد بوجود الإيثر اللي هو سولفنت، بعطيني الهالايد المقابل زائد HCl زائد SO2 حسب ميكانيكية SNI ميكانيزم. بينما كحول نفس الشيء مع ثيونيل كلورايد بوجود البريدين، البريدين سولفنت، لاحظ اعطاني الالكيل هالايد HCl SO2 حسب SN2 ميكانيزم. اذا سولفنت اذا كان ايثر اعطاني SNI، اذا كان بريدين اعطاني SN2 ميكانيزم. فلذلك انا السولفنت ضروري جدا. احنا اخذنا الاربع عوامل اللي بتاثر على نوع الميكانيكيه، هل هي SN1 SN2 SNI، وذكرناهم بالتفصيل. وكان العامل الاول اللي هو تايب اوف كربون، هل هو برايمري سكندري تيرشري، وصنفنا اذا ستيبل او ان ستيبل كربونيوم ايون بيتكون. النوع الثاني كان الليفينج جروب، ودرسنا بالتفصيل ايش الليفينج جروب. النوع الثالث كان اللي هو النيكروفايل، سواء النيكروفايل متعادل ان يو دوت دوت او ان يو دوت دوت بالماينس. وبالاخير كان السولفنت، وصنفنا السولفنت ل بولر ونان بولر، اذا بدي اصنفه حسب البولاريتي على القطبيه، قطبي وغير قطبي، واذا بدي اصنفه حسب انه مانح للبروتون او غير مانح للبروتون سميناه بروتيك وابروتيك. ابروتيك غير مانح للبروتونات، وابروتيك مانح للبروتونات. وكانت هاي هي التصنيفات الاساسيه للسولفنتس اللي انا اوريدي ممكن ادرسها، وبتوجه لي هاي الاربع عوامل الميكانيكيه تاعتي SN1 SN2 SNI. العوامل الاربعه مجتمعه، سواء التايب اوف كربون برايمري سكندري تيرشري او ستيبل او ان ستيبل، بالاضافه للليفنج جروب اللي عندي، بالاضافه للنيكروفايل اللي ممكن يهاجم لي، بالاضافه للسولفنت اللي ممكن استخدمه، هو اللي بحدد لي ايش نوع الميكانيكيه، هل هي SN1 SN2 SNI. هاي العوامل الاربعه مجتمعه مش عامل واحد، اوكي؟ فبنلاحظ انه لما كان عندي ستيبل كربونيوم ايون يتجه باتجاه SN1، اذا كان ان ستيبل كربونيوم ايون بيتجه باتجاه SN2، لو كان عندي برايمري كان يروح باتجاه الى SN2، التيرشري كان يروح باتجاه SN1، السكندري اعتبرناه حاله ان بتوين موجوده بالاثنين، يا اما SN1 اذا كان بالسكندري بتكون كربونيوم ايون ستيبل، وبكون SN2 اذا كان بتكون كربونيوم ايون ان ستيبل في حاله
السكندري، بعدين انتقلنا للليفينج جروب ودرسناها بالتفصيل، بعدين للنيكروفايل اللي بده يهاجم ودرسناه وشفنا علاقة النيكروفايل بالبيسيسيتي، وبعد ذلك انتقلنا للي هو السولفنت وشعرنا انه السولفنت بولر او نون بولر، ممكن يأثر لي على الاس ان 1 ميكانيزم لكن ما يأثر على اس ان 2 ميكانيزم. وراح نشوف هلا السولفنت كثير مهم بتوجيه الميكانيكية اس ان اي او اس ان 2 ميكانيزم، لأنه السولفنت مهم بتوجيه هاي الميكانيكيات بحالة استخدام مادة الـ SOCl2 ثيونيل كلورايد. إذا بغير السولفنت، إذا استخدمت إيثر بروح SNI، إذا استخدمت بريدين بروح SN2. ناخذ الميكانيكية الـ SNI، بنلاحظ إنه أنا عندي بالاس ان اي ميكانيزم بالنهايه لازم يصير عندي ريتنشن بالستيريوكيمستري، احتفاظ بالتوزيع الفراغي. عندي هذا الكحول هيو في كربون اتش سي اتش 3 او اتش سي 6 اتش 13. اذا الكربون هاي اللي بالوسط كايرال كربون، خليني احط عليها ستار على اساس اعرف انها كايرال كربون. هاي ستار وهاي ستار وهاي ستار وهاي إذا أنا لما حطيت الستار، الستار دلالة إنه تكون عندي أو موجود الكربون هي كايرالية. معنى كايرالية أربعة عليها أربع مجموعات مختلفة، يعني بلاحظ إنه بهاي الكايرال كربون، الكربون هاي عليها مجموعة الأو اتش بتختلف عن الهيدروجين، بتختلف عن السي اتش 3، بتختلف عن سي 6 اتش 13، فبنحكي إن هذا المركب فيه كايرال كربون. والكايرال كربون بكون فيه عندي اوبتيكالي اكتف، هل هو فعال ضوء او غير فعال. هذا المركب كايرال كربون. انا بالنهايه بديت لنفرض بار، بنتهي بار، بديت باس، بنتهي باس، فلذلك بنحكي انه في صار عندي ريتنشن بالستيريوكيمستري، احتفاظ بالستيريوكيمستري. فعلنا مع اس او سي ال 2 بالايثر، بنلاحظ انه بتهاجم المزج الالكتروني، هان بتكون عندي هذا المركب اللي هو عباره عن كربون او اس دبل بوند او سي ال، وبيطلع عندي اتش سي ال. اوكي، هاي الكايرال كربون موجوده. بالمرحلة اللي وراها بتهاجم السي ال بنفس اللحظة اللي بتنكسر فيها الكربون اكسجين، وبتتكون اكسجين سلفر بوند، وبطلع عندي الاس او 2 على شكل غاز، وبتيجي السي ال من نفس الجهة اللي غادرت من هاي المجموعة. فبلاحظ انه الاو اتش اجت مكانها السي ال في نفس المكان، فصار في عندي ريتنشن بالستيريوكيمستري، احتفاظ ايش بالتوزيع الفراغي. انا صار عندي كانه ترانزيشن ستيت، تكون الكربونيوم ايون بلحظه وطلعت السي ال وهاجمت. يعني انا لما انكسر هاد بين الكربون اكسجين وتكونت اكسجين سلفر بوند، هاي انكسرت بين السلفر والاكسجين، فبلحظه تكون ترانزيشن ستيت اللي هي السي ال هاجمت من نفس المكان على الكربونيوم ايون اللي تكون اني، فلذلك تكون انه البرودكت نفس الستيريوكيمستري تاعت المواد المتفاعله، الاو اتش احلت مكانها السي ال، فلذلك صار عندي ريتنشن بالستيريوكيمستري، وهي ما بنشوفها الا في حاله الاس ان اي ميكانيزم. اذا في ميكانيكيه الاس ان اي ميكانيزم بظل عندنا احتفاظ بالتوزيع الفراغي او ريتنشن بالستيريوكيمستري. نرجع كمان مره، انا عندي هاي الكربون، هاي الكربون عليها سي اتش 3، بتختلف عن الاو اتش، بتختلف عن الاتش، بتختلف عن السي 6 اتش 13، فلذلك بنسميها كايرال كربون، عليها اربع مجموعات مختلفه بالثيونيل كلورايد بوجود الايثر. الايثر ماده حكينا يعني بديش ادخل بالقطبيه او غير القطبيه، انتوا المفروض بمستوى سنه رابعه بتعرفوا ايش الايثر. عندي بتكون هذا المركب وبطلع عندي اتش سي ال، فبصير كربون اكسجين سلفر دبل بوند او سي ال. بلحظه تنكسر الرابطه بين الكربون والاكسجين، تتكون بنفس اللحظه رابطه مزوجه بين الاكسجين والسلفر، بتنكسر الرابطه بين السلفر والكلور وبيهاجم الكلور على هذا، بتكون عندي هاي الترانزيشن ستيت، بيهاجم السي ال من نفس المكان اللي غادر منه، وبطلع عندي سي او 2 هاي ترانزيشن ستيت، بطلع عندي البرودكت احتفاظ ريتنشن بالستيروكيمستري، وبطلع عندي اس او 2 على شكل ايش؟ غاز. يعني هذا ممكن انا احط سهم لفوق على انه غاز، والكل بيعرف انه الاس او 2 هو عباره عن غاز. فعندي اذا اس ان اي ميكانيزم، ريتنشن بالستيروكيمستري بحاله استخدام ثيونيل كلورايد وايثر، احتفاظ في التوزيع الفراغي مثل ما انا شايف في الميكانيكيه، ومثل ما حكيت لكم الميكانيكيات المفروض تعرفوا تكتبوها وتعرفوا نوعها وتعرفوا تفسروا ايش اللي صار بالضبط بالميكانيكية الموصوفة أمامكم اللي هي اس ان اي ميكانيزم. فلذلك أنا ما بدي أحفظ بالثيونيل كلورايد دائما هي اس ان اي، لا، بالثيونيل كلورايد بتعتمد على السولفنت.
إذا كان السولفنت إيثر بتروح حسب ميكانيكية اس ان اي، إذا كان السولفنت بريدين فبتروح حسب ميكانيكية اس ان 2. بننتقل للاس ان 2 ميكانيزم اللي بصير فيها انفيرجن بالستيروكيمستري. ايش معنى انفيرجن؟ انقلاب بالتوزيع الفراغي بحاله استخدام البريدين. عندي الكربون هاي بدي ارجع كمان احط عليها ستار على اساس اعرف انه كايرا الكربون. دقيقه واحده، هاي كايرا الكربون وهذا البرودكت كايرا الكربون، وبعدين في عندي هذا كايرا الكربون وهذا كايرا الكربون. أنا إذا بطلع على ميكانيكية SN2 إيش اللي اختلف عن SN1؟ فقط السولفنت هو بريدين، هنا كان إيثر، أوكي؟ عندي هذا الكحول OH CH3C6H13 نفس الكحول اللي استخدمته قبل شوي، عندي هاي الكربون حطينا عليها ستار، إذا كايرا الكربون بتثيوني الكلورايد SOCl2 بوجود البريدين، بتكون نفس المركب اللي قبل شوي كان موجود في الميكانيكية السابقة، كربون HC6H13CH3O S دبل بوند O ClHCl. بنلاحظ إنه لو بدي أراجع الميكانيكية السابقة وقارنها بهذا هي نفس الشيء، صار إنه CH3HOHC6H13 ثيونيل كلورايد وإيثر أعطاني نفس المركب اللي قبل شوي درسته. هلا بما إنه تكون HCl بنلاحظ إنه HCl هذا اللي تكون مع البريدين بصير عندي سولت ملح. عند المزوج الإلكتروني الموجود على النيتروجين هلا برسمه بهذا الشكل، دقيقة واحدة. بتفعل البريدين، احنا بنلاحظ انه اروماتيك كومباوند البريدين بتفعل المزوج هذا الالكتروني كنيكلوفايل بيهاجم على اتش سي ال بيعطيني هذا الملح. بنلاحظ انه الان عمل اربع روابط فلذلك بياخذ شحنه بوزيتيف والسي ال صار ماينس، اوكي. هلا المزوج الالكتروني الموجود على البريدين هو خارج النظام الاروماتي، النظام الاروماتي الموجود لجوا مزوج الكتروني 2 2 4 6 6 الكترونات داخل الحلقه، فلذلك بنحكي هذا اروماتيك. المزوج الالكتروني على النيتروجين خارج زيادة عن النظام الأروماتي فلذلك بتفعل كنيكلوفايل، ما بأثر على النظام الأروماتي، أعطاني هذا المركب أو هذا السولت. هذا سولت، خلينا نكتبه إنه هذا تكون عندي سولت، هذا نيكلوفايل وهذا سولت، هذا عبارة عن نيكلوفايل مزدوج إلكتروني فيه وهذا عبارة عن سولت. إن البريدين اعتبرناه نيكلوفايل بهاي الحالة، مع تكون عندي السولت المقابل اللي هو الملح المقابل. هلا الملح بنلاحظ انه هذا المركب نفسه جبنا منها رسمناه تحت نفس المركب، ايش اللي راح يصير؟ عندي هذا الملح اللي هو متكون على شكل ان اربع روابط بوزيتيف سي ال ماينس، بهاجم السي ال ماينس من الخلف بيؤدي الى كسر الرابطه بين الكربون اكسجين وتكون رابطه بين الاكسجين سلفر دبل بوند، بعدين بتغادر السي ال لبرا. فانا عندي السي ال اجت من وين؟ اجت من البريدين سولت، اذا هذا لازم اكمله احط كمان اس او 2 بلس اس او 2 وبلس كمان البريدين اللي هو على شكل ايش؟ سولت اتش بلس سي ال ماينس. إذا نرجع كمان مرة على الميكانيكية، الميكانيكية مثل ما احنا شايفين عندي هذا المركب اوريدي نفس الكحول اللي استخدمته بالاس ان اي اس او سي ال 2 ثيونيل كلورايد مع البريدين، اعطاني المركب نفسه الموجود ايش؟ بالاس ان اي، وهيو موجود بالسلايد اللي قبليه نفس المركب بالضبط، وطلع اتش سي ال. هلا الاتش سي ال اللي طلع تفاعل مع البريدين اللي هو سولفنت واعطاني الملح المقابل، وهينا حطينا كلمه سولت، اوكي. هذا الملح، هذا الملح بنلاحظ انه سي ال ماينس تبعت الملح بتهاجم من الخلف بتؤدي لكسر الرابطه بين الكربون اكسجين، وبنفس اللحظه بتتكون ايش؟ المزدوج هذا الالكتروني بين الكربون والاكسجين بصير بين الاكسجين سلفر وبتكون رابطه مزدوجه، فبيطلع عندي ايش؟ اس او 2، وبتطلع السي ال الاوريدي مربوطه مع السي ال وبترجع وتشبك ايش؟ مع البريدين، الجزء البوزيتيف من البريدين، فبتفاعل الملح بيبقى نفس تركيزه، اوكي. اجت السي ال من الخلف، انا لو بديت بار انتهيت باس، لو بديت باس انتهيت ايش؟ بار. صار في عندنا انفيرجن بايش؟ بالستيروكيمستري، انعكاس او انقلاب في التوزيع الفراغي. اذا بالاس ان 2 ميكانيزم بين عندي انفيرجن في الستيروكيمستري بسبب ايش؟ وجود البريدين، هاجم السي ال اللي اوريدي بملح البريدين من الخلف ادى لكسر الرابطه بين الكربون اكسجين
مزدوج الكتروني بين الكربون اكسجين كون رابطه مزدوجه من الاكسجين سلفر، ادت لكسر الرابطه بين السلفر كلور، وطلع الكلور شبك ايش مع البيريدين اللي هو عامل الجزء الايون البوزيتيف منه، وتكون عندي هذا المركب اللي هو الهالايد معكوس الستيريوكيمستري تاعه. اذا كنت بادي بي ار انتهيت باس، اذا بديت باس انتهيت بي ار، انفيرجن بالستيريوكيمستري، وهذا بدل على انه الميكانيكيه اس ان 2 ميكانيكية اس ان 2 بصير فيها انفيرجن بالستيريوكيمستري. نرجع للميكانيكيات بشكل عام، كانت ميكانيكية اس ان 1 اذا بديت بار بعطيني ار اس، يعني رسمك ماكس شر، واذا بديت باس بعطيني اس ار برضه رسمك ماكس شر، فلذلك بميز هاي الميكانيكية بانه ايش اس ان 1. اذا انتقلت للاس ان 2 ميكانيزم، اذا بديت بار بصير اس، معناته صار انفيرجن بالستيريوكيمستري، او اذا بديت باس صار ار، صار برضو انفيرجن بالستيريوكيمستري. هاي بميكانيكيات الاس ان 2. ميكانيكيات الاس ان اي، اذا بديت بار انتهيت بار، ريتينشن بالستيريوكيمستري، اذا بديت باس انتهيت باس برضو ريتينشن بالستيريوكيمستري، فلذلك احتفاظ بالتوزيع الفراغي بسبب الميكانيكيه كانت اس ان اي. هلا مثل ما حكيت السولفنت مهم بالاس ان اي، لانه كان بحاله استخدام الايثر اعطاني ميكانيكيه اس ان اي، بحاله استخدام البيريدين اعطاني ميكانيكيه اس ان 2. فلذلك العوامل الاربعه اللي درسناهم هي اللي بتحدد لي نوع البرودكت اللي عندي او نوع الميكانيكيه اللي راح تطلع عندي من البرودكت. اذا مثلا انا بديت بار وانتهى البرودكت عندي ار اس او اس ار، اذا انا عندي اس ان 1 ميكانيزم. إذا بديت بأس وانتهيت بآر، أو بديت بآر وانتهيت بأس، إذا عندي أس أن 2 ميكانيزم. إذا بديت بأس وانتهيت بأس، أو بديت بآر وانتهيت بآر، إذا عندي أس أن آي ميكانيزم. إذا إذا صار في عندي رسمك مكسشر، معناته الميكانيكية أس أن 1 ميكانيزم. إذا كان البرودكت هو انفيرجن بالستيريوكيمستري، معناته عندي أس أن 2 ميكانيزم. إذا كان عندي ريتينشن بالستيريوكيمستري، معناته أس أن آي ميكانيزم. إذا بنلخص الميكانيكيات الثلاثة، إذا كان عندي رسمك مكسشر، معناته اوتوماتيكلي أنا عندي أس أن 1 ميكانيزم. إذا في كان عندي انفيرجن بالستيريوكيمستري، معناته عندي أس أن 2 ميكانيزم. إذا كان عندي ريتينشن بالستيريوكيمستري، معناته أس أن آي ميكانيزم. فلذلك الستيريوكيمستري كثير مهمة لتحديد إيش الميكانيكية اللي أنا بدرسها. الستيريوكيمستري، من الستيريوكيمستري بقدر بشيء بسيط أقدر أعرف الميكانيكية اللي مشيها التفاعل، بغض النظر هل هو براين ماري سكندري تيرشري استيبل أو أنستيبل كربونيوم أيون، هل بغض النظر إيش عندي الليفينج جروب باد أو جيد ليفينج جروب، بغض النظر إيش عندي النيكلوفايل سترونج نيكلوفايل أو ويك نيكلوفايل سترونج بيس أو ويك بيس، بغض النظر عن السولفنت هل هو السولفنت بولر او نون بولر، هل السولفنت بروتيك او ابروتيك. هاي كل هالعوامل الاربعه هي بتحدد لي مع بعض مجتمعه ايش البرودكت اللي طلع عندي. ومن ضوء البرودكت اذا مثل ما حكيت طلع عندي رسمك مكسشر، معناته فور شور عندي الميكانيكيه اس ان 1 شريطه انه اكون بديت بار انتهيت بار اس، او بديت باس انتهيت باس ار. اذا بديت بكايرال كاربون يعني مركب ار او اور اس وانتهيت في ار اس اور اس ار، فلذلك هي ميكانيكيه اس ان 1 ميكانيزم. اذا بديت ب ار وانتهيت ب اس، او بديت ب اس وانتهيت ب ار، فهي اس ان 2 ميكانيزم. اذا بديت ب ار وانتهيت ب ار، اذا بديت ب اس وانتهيت ب اس، فهي ايش اس ان اي ميكانيزم. فلذلك ميكانيكيات الاستبدال النيكلوفيلي الاس ان هي اس ان 1 اس ان 2 اس ان اي، تعتمد على العوامل الاربعه مجتمعه، وعلى ضوءها بقدر أحدد إيش الميكانيكية اللي المفروض أقترحها لتفاعل معين. المطلوب منكم تعرفوا أنواع الميكانيكيات SN1 SN2 SN I وإيش الاختلاف بيناتهم، بالإضافة لطريقة كتابة الميكانيكية. يعني لو أنا جبت لك ميكانيكية، جبت لك رياكشن وحكيت لك بهذا الرياكشن إنه كان المركب R وانتهى بآر، مباشرة راح تعرف انه الميكانيكية اس ان اي ميكانيزم، وتكتب الميكانيكية بطريقة اس ان اي ميكانيزم. اذا جبت لك الرياكشن انه كان عندي ار وانتهى بار اس، او كان عندي اس وانتهى باس ار، مباشرة بتقترح الميكانيكية اس ان 1 ميكانيزم. اذا بديت في اعطيتك الرياكشن بديت بار انتهيت باس، او بديت باس انتهيت بار، فهي اس ان 2 ميكانيزم. اوكي، بتمنى لكم يوم سعيد، وانتهت المحاضرة لهلا،
وجود لك وتيك كير وسي يو ليتر وانجوي ذا ريست اوف ذا داي وتوفيق في كل محاضراتكم. باي باي، سي يو نيكست.